ايه بقى؟ خش بقى على الطاجن. الطاجن حكايته يعني بسيطه جدا، ويمكن الخضار هياخد تسويه اكتر من الحكايه اللي في الطاجن. يمكن حضراتكم شايفين كمان تشكيله الخضار اكتر بكتير، ولكن تعال نشوف الحكايه ماشيه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. كسرول كده فاضي او حله، بسم الله. نبدا نعلي النار ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندي في الطاجن ده هدي عندي سن زيت زيتون. ركز معايا، زيت زيتون الاول خالص. عايز اخد بقى روائح حلوه والحق نفسي، ما غريش حاجه عندي تروح مني تاكسد زي زيت الزيتون مثلا. لو زولت عليه شويه في السخونه هيأكسد مني، فريحته مش هتبقى موجوده ولا كمان طعمه. هنزل بالفلفل كمان معاهم نيف نيف. حلو الكلام، كلام جميل. مع الكلام الحلو ده انا شايف ونفسي رايحه الى معلقه حلوه من الخلطه الحلوه دي. على واحد بجيب بقى معلقه كبيره وابدا اشوح حاجتي واحده واحده. بسم الله، شم روائح حلو ونقفل الصوص واحده واحده. شايف انت حطيت هنا في حاجه فيها سبايسي او حاجه، اقول لك مفيش مشكله، ولكن الصوص اللي هياخد معانا في الاخر ونشوف حاجاتنا ايه. احنا قلنا نعمل بينك صوص ما بين الصوص الابيض والاحمر. مش معنى كده ان لازم يكون عندي كوبايه لبن كبيره وكوبايه كريمه لباني وكوبايه عصير طماطم، لا. انا هبسط الامور ان شاء الله، ولكن اهم حاجه اكون مظبط عندي مرقه حلوه. وتعالى نطلع الكابوريا اللي احنا خدنا منها غلوه لطيفه وما نخليهاش تتهري في السلقه. واجيب عندي بوله فاضيه اطلع فيها الكابوريا عشان هيبقى معاها كمان قشر جمبري، فاصفي بقى خالص واخد بقى ايه المرقه على نضيف. بسم الله. شايف هنا كده؟ معلش تعالى احب اوضح والله كل حاجه. شوف ادي الكابوريا اللي سلقتها اهي على طبق نضيف اهي، ريحتها حلوه جدا. اللي حواليها كان قشر جمبري الصراحه، استفدت منه كبرقه بالليمونه بورق الغار بالحبهان بالجزرايه بالقرفه، كل الحاجات دي كلها تعالى تست معايا جدا جدا. خدت بالك؟ ده القشر اللي انا عامل منه مرقه اهو، شايفه؟ بحب اكون واضح في الحاجات دي بالذات. خلاص انا خدت المرقه اللي انا عايزها وكتر خيرك. نخش بقى على اللي بعده. هرجع هنا ابص على الخضار بتاعي، خدت شوتيه لطيف؟ خدت شوتيه لطيف. انزل بالكاليماري الاول، ياخد وقت شويه في التسويه، فبالتالي لازم يكون برضو ايه مظبط له اطعمه حلوه كده. وتقلبته بقى هنا ياخد من ريحه الخضار. اما موضوع الكابوريا خلاص، هي بص عامله ازاي، شوف ما فيهاش حاجه اصلا. خلاص احنا خدنا تسويه كويسه جدا، وشيلنا هي صغيره كمان اصلا، فاللي هي يعني ازازه يعني ممكن واحد بس ما شاء الله بالهنا والشفا. هقلب حاجتي كويس وابدا دلوقتي اسس بقى اموري. طيب عايز اعمل ايه بقى انا؟ عايز اعمل صوص حلو، ولكن تعالى بالمره ناخد المشروم سوتيه معاهم جدا سنة عشان هقفله بورقه حالا يبقى كله بيستوي مع بعض. هوسع كده واعمل الصوص الحلو اللي بتكلم عليه ازاي بقى. تعالى هجيب عندي معلقه وهاخد معلقه زبده على معلقه دقيق. الاول ادي معلقه الزبده، شايف يا فندم معايا؟ وادي معلقه الدقيق اهو، هو ده الربط بتاعي، هي دي الحكايه بتاعتي. ولما اقلب كده مفيش حاجه هتبان، مش احب اوضح كل حاجه لحضراتكم طبعا، تفهموا السر فيه، ده السر بتاع الصوص او ربط الصوص. تقليب 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 تقليب، شكرا. مفيش حاجه باينه، في حاجه باينه؟ حلو قوي. اروح اعمل انا ايه بقى؟ جايب عندي مصفه وجايب عندي المغرفه بتاعتي، وابدا احط عندي المرقه الحلوه بقى دي. بسم الله، وتبدا تسوي لي بقيه حاجتي واحده واحده كده. بس ونرجع تاني هندوب الكلام ده كله مع بعض ونسيبه يكمل تسويته. هيسوي الخضار، هيسوي كمان الكاليماري بطعم الخضار، وهو ده اللي انا عايزه بصراحه، اكون مظبط اموري. مش هحط بهارات دلوقتي ولا اي شيء، ولا صوصات ولا صلصه ولا طماطم ولا اي شيء غير مأمن تسويتي. اعمل كده واروح مغطي وسايب الكلام ده كله يظبط نفسه بنفسه. طيب نوسع نفسنا. طب الجمبري امتى؟ اقول لك كل الكلام ده كله بعدين. خلي الجمبري مع الزيتون مع الهالبينو مع كل الحاجات دي كلها زي بعض او مع بعض في نفس الوقت.
كده خلاص. بحطه عندي في الاواخر الجمبري عامه في تسويتي كلها. هو اصلا ما بياخدش وقت في التسويه، يقول لك 10 دقائق جمبري تسويه وربع ساعه، لا خالص ما بيكملش 5 دقائق اصلا، يمكن اقل من المكرونه. فدايما ناخد بالنا من تسويه الجمبري، لان كل ما بتستوي اكتر كل ما بيبقاش في اي فايده ولا في اي طعم خالص. طيب الصوص ده خلصان؟ اه خلصان. طب حط الجمبري دلوقتي؟ يقول لك لا لسه شويه، انا جهزت هحط حاجات اهم. وقبل كمان حط عندي الزيتون دلوقتي من غير ملح طبعا، واحط عندي كمان هالبينو على الوش، حط عندي كمان قحف زبده حلو، وادي تاتش بهار ريحته حلوه قوي للسي فود كده، وحبه ملح عشان انا ما حطيتش ملح. وكده خلاص شكرا، ده بالنسبه للتتبيله. حلو الكلام، كلام جميل وزي الفل. الصوص رابط؟ اه. طيب هتعمل ايه بقى؟ نقفل بقى. هنقفل الصوص ده بربع كوبايه كريمه لباني. بص كده يا فندم، بس اهي شكرا. طب وقد ايه بقى صلصه؟ اقول لك ربعهم مش نصهم حتى. اه شكرا. بس خلاص اجي اروح مقلب الملامح راحت لفين؟ ادي البينك صوص اللي احنا بنتكلم عليه بقى لنا شويه. خلاص كده اقول لك خلاص وزي الفل. هبدا دلوقتي اروح اعمل ايه؟ نازل بالجمبري في النهايه خالص بقى. شوف على الوش كده. حلو الكلام، كلام جميل. واجي اروح ايه نازل عندي بالكابوريا في الاواخر. حاضر كده. حلو الكلام. ايه اروح اعمل ايه بقى؟ جايب عندي الغطا اللي بيذوب مني كل شويه. مش لا طبعا غطا اهو، ده انا زهايمر يا بيه. انت عايز تطلع فاصل؟ انا مش عارف لي حاجه بصراحه احط عليه حبه بسله حلوين كده. الطاجن الحلو ده هسيبه ياخد غلوه وادخله في طاجن في قلب الفرن، وهطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل ان شاء الله نرجع ونوصل. اتفضل. عايز اوديه على طول على الفرن بالمره، هو حلو كده. اجهز طاجن حلو اهو، هناك جاهز اهو ما شاء الله. هنا يا فندم تعالى اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الملامح عامله ازاي، اوطي ايدي بس كده وانزل بالراحه. شكرا. زي ما هو اه شوف. ده ايه بقى؟ ده على الفرن على طول يكمل بقيه غلوته، ولا ياخد ما ياخدش اي حاجه خالص غير بس ان هو يكمل. والسلمون خلصان. بص يا فندم السلمون عامل ازاي؟ ده يطلع على طول برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ملامح قلب بقى كله كده. وريني بقى الحلويات دي عامله ازاي. ما شاء الله شايف الكلام. الصوص انا عارف ان هو فيه خضار كتير، ولكن نزود براحتنا، ولكن نقلل براحتنا يعني كل واحد براحته. لكن انا مستمتع بالصوص، يكون حلو كريمه، كل الخضار الوانه لطيفه جدا، باين ايه من الوانه ان استوى كويس، ما تقرش عليه في التسويه، وده مهم جدا. نطلع بيه على طول على المائده. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.